بنروح على open chapter 6 attach walls. دبل كليك اللي مشان نفتحها. هسا اذا بتلاحظوا هون الوالز لسه بعدهن مش واصلات للروف، فانا هدول الوالز بدي انا اوصلهم للروف. فاذا هذا هو الدرس تبعنا اليوم. بس قبل ما نبلش كل اشي خلينا نروح هون ننزل تحت، بتلاقي هون في عندك اشي اسمه sections building sections. انا عامل واحدة هون اللي هي section at lobby، اعمل عليها زي هيك دبل كليك مشان افرجيكم الشغلة هاي. خلينا نعمل زوم بالمنطقة هاي. اذا بتلاحظوا هون جاي عندك الوول هات واصل بس عندي للهاي روف بس، وتلاحظ انه هاي الروف موجود عندي وهذا الوول واصل لعند هون، هذول الاثنين مش كونكتد مع بعض يعني مش اتاتش. فخلينا نروح هون نشوف في البروبرتيز. هون هنعمل سيلكشن لهذا الوول وروح هون على البروبرتيز، بتلاقي هون عندك البيس از اتاتش، بتلاقيه مش اتاتش يعني مش معمول تيرن اون. تلاحظ هون كمان الهوت توب از اتاتش، بتلاقي هون زي صندوق ومش معمول تيرن اون، يعني ما في جواته صح زي هذا، ما في جواته هذا الصح. فاذا هاي بدي اياكم تتذكروها. خلينا نضغط هون نطلع برا، وخلينا كمان مره نرجع على ال 3D موديل هاب مشان نعمل اتاتش لهذا الوول مع الروف. الشغله سهله، بتروح هون على هذا الوول هيو، خلينا نعمل له زي هيك هوفر للوول، نختاره بالطريقه هاي، هاي الوول نعمل له زي هيك سيلكشن. بعد ما نعمل سيلكشن هون بتلاقي انه البروبرتيز تبعت الوول اللي هي الموديفاي وولز طلعت عندي موديفاي وولز. هنا في عندي هون الموديفاي وول، في عندك تو اوبشنز، واحد اسمه اتاتش توب بيس والثاني اسمه ديتاتش توب بيس. طبعا كيف تعمل ديتاتش؟ لما يكون في عندك اول شيء اتاتش. فاذا خلينا نروح هون اول شيء على الاتاتش، تضغط عليها زي هيك الاتاتش، هاي الوول اوريدي عندك سيلكتد، تضغط على هذا الروف تعمل له زي هيك سيلكت، اوتوماتيكلي بتلاقي الوول هيو صار معموله اتاتشمنت مع هذا الروف. خلينا نضغط شيفت كي، نضغط هون اول شيء برا، بعدين الشيفت، بعدين نضغط الويل تبع الماوس مشان نعمل رولينج بالماوس. زي ما انت شايف انه كيف الروف صار اوتوماتيكلي اتاتش مع هذا الوول. خلينا نرجع كل شيء زي ما كان بالطريقه هاي، نعمل زوم اوت، نعمل كنترول زي، نرجع كل شيء زي ما كان بالطريقه هاي. فاذا خلينا نروح نحرك البلدنج هاي هون. هسه انا في عندي طريقه ثانيه انه انا اقدر اعمل اتاتش لكل هذول الوولز، اعملهم اتاتش مره واحده بس بكوماند واحد. كيف بسويها؟ بروح هون، بروح على الوول هاي مثلا زي هيك، بعمل عليها هوفر، بس هوفر. خلينا اضغط هون على التاب، بتلاحظ انه عمل سيلكشن لكل الوول، يعني زي تشين سيلكشن لكل الوولز، عملهم سيلكشن. هسا انا بلاحظ انه هون عامل سيلكشن للتوب روف وعامل سيلكشن لللو روف. طب انا بس بدي التوب روف، شو بساوي؟ بمسك الكرسر تبع الماوس وخليني احركه بس لفوق زي هيك شوي، بتلاحظ انه اوتوماتيكلي، بتلاحظ انه اللو روف ما نعمل له سيلكت، يعني التشين ما راح على اللو روف وظل التشين بس تابع للتوب روف. بما انه انا عملت هوفر بالماوس وكل شيء هوفر بالماوس لسه بعدي ما ضغطت الكليك، اذا السيلكشن هذا اعجبني، بروح بالماوس بعمل زي هيك كليك، اوريدي سيلكتد الوولز هذول كلياتهم سيلكتد. خلينا نروح هون على الوولز، بتلاقي انه الوولز اللي عملهم سيلكشن 7. فاذا منطقيا انه بده مش داعي انه امسك البيلدينج واقعد الف فيها في ك 3 دي مشان افرجيك شو الوولز، بس منطقيا يعني لوجيك انه عندك سبعه وول اوريدي سيلكتد، 1 2 3 4 5 6 شكله 7، يعني تقريبا سبعه وولز معمول لهم سيلكشن. فبما انه كل شيء تمام معي، فاذا شو بضل عندي؟ اروح اعمل اللي هو الاتاتش. فبدنا عشان اروح اعمل اتاتش بضغط على هذه الاتاتش، فاوريدي الوولز معمول له سيلكشن، ضغط على الاتاتش. خلينا نقرا المسج تحت، بقول لك هون سيلكت ذا روف فلور سيلينج اور بارلل وول تو ويتش سيلكتد وول شود بي اتاتش. اذا هسه لازم اعمل سيلكت لشيء مشان هذا الوول يعمل اتاتش عليه. قبل ما اضغط الشغله هاي بدي اروح هون على شيء مهم في الاوبشن بار. في الاوبشن بار هون عندك اللي هو اتاتش وول، بيجي عندك واحد اسمه توب وواحد وفرع اسمه بيس. توب يعني انه يعمل اتاتشمنت من التوب تبع الوول هاب على الروف، البيس انه يعمل اتاتشمنت من البيس على شيء مثلا تحت. فاذا هون انا بدي السلكشن يكون توب في الاوبشن عندي اللي هون. فاذا هسه بختار هذا الروف، بختار اي ايدج من هذا الروف، اوتوماتيكلي بتلاقي انه عمل اتاتشمنت لكل شيء. نضغط زي هيك شيفت وبالويل تبع الماوس نضغط عليه تحت، خلينا نعمل زي هيك رولينج بالطريقه هاي، بتلاقي انه كل الوولز هاي انعمل لها اتاتش من كل الزوايا. فاذا هذه طريقه
كيف انا اعمل سيلكشن بدون ما اقعد انا اختارها واجهه واجهه مشان انا اعمل الاتاتش تبعي. خلينا زي هيك. هسه خلينا نروح على اللي بعده اللي هو هذه الغرفه اللي هي اللو روف. نعمل زي هيك هوفر على الماوس كمان مره، نعمل تاب، اعمل سيلكشن لكل شيء، بحرك الماوس بالطريقه هاي بتلاحظ انه بس اختار لي الايش اللو روف. خلينا اعمل سيلكشن اول شيء بالطريقه هاي، لاحظ انه كم الوولز اللي عمل لي اياهم اللي هم اربعه اللي هم الثلاثه هذول، بس هذا الوول بعده برضه سيلكتد. طب اذا انا الوول هذا عملته سيلكتد وكملت معناته حيعطيني ايرور انه هذا الوول مرتين انا عملت له اللي هو اتاتش. فاذا شو بسوي؟ بضغط اللي هو الشيفت كي بالطريقه هاي وبختار بس هذا الوول لحاله مشان اعمل له انسلكت. فبتلاقي الثلاث واجهات هذول اوريدي سيلكتد، عدد الوولز اللي هم ثلاث. بروح هون على اتاتش، بضغط على الاتاتش، بختار الروف هاب بدي اياه، خلص اوريدي نعمل له اتاتش. فاذا خلينا نعمل شوية رولينج بالماوس بالطريقة هاي، هسه البيلدينج صارت عندي جاهزة. خلينا نشوف ايش شغلات ثانية لها علاقة بالكوماند هاي. خلينا نروح ونرجع له على السكشن بيلدينج، بعدين السكشن ات لوبي، هاي خلينا ارجع لها. خلينا اروح هون ادخل عليها، طلع هون قبل كان هذا الوول واصل بس لعند الروف ليفل، التوب روف ليفل وبس موقف لعند هون. بتلاحظ هذا لو انا عملت له سيلكشن بتلاقيه انه ايش صار معه اتاتش مع هذا الوول. خلينا نشوف هون الاوبشنز من هون عند جهه الكونسترينتس هاي طلع لي عليها. بتلاقي هون مثلا عندك البيس اتاتش مش معمول له تيرن اون، بس اذا بتطلع هون عندك التوب از اتاتش اوريدي تيرن اون، يعني هذا التوب اوريدي اتاتش مع هاي. فاذا اي تغيير بصير على الروف هاي اوريدي بتصير يعني كانها مرتبطه فيها، مع انه هون تلاحظ انه التوب كونسترينتس جاي اللي هو اب تو ليفل اللي هو عندك اللي هو الهاي روف، مع انه حتى لو انه هذا سيلكتد مع هيك خلص هذا الروف بصير هو اللي بيتحكم في الوول حتى لو هذه سيلكتد. مشان نشوف مثلا هون خلينا نضغط على هذا الروف مثلا وخلينا نعمل مثلا موديفيكيشن للسلوب تبعه. خلينا نشوف مثلا هذا السلوب جاي عندي مثلا 18.5، خلينا نعمل السلوب يكون واضح، خلينا نعمل السلوب مثلا يكون عندي 25، خلينا اضغط انتر شوف كيف بتغير. اذا لما تغير السلوب لاحظ انه هذا برضه تغير معه وما زال الاثنين زي اتاتش مع بعض. طب خليني مثلا امسك هذا الروف لحاله وخليني مثلا ارفعه لفوق شوي او انه خليني العب بالليفل تبعه. بتلاقي هون في عندك شيء اللي هو البيس اوف سيت، البيس اوف سيت فروم ليفل اللي هي للروف. خلينا مثلا نغيرها ل 1000 بالطريقه هاي 1000، نضغط انتر شوف شو التغيير اللي بصير عندي هسه. لاحظ انه طلع لفوق، خلينا نعمل زوم ان بتلاقي انه هاي طلعت اوريدي لفوق والوول ضلت معه. خليني اضغط على الوول هذا لحاله، مع اني انا ضغطت على هذا الوول بتلاقي انه هون عندك اللي هو التوب كونسترين ما زال انه هو نفسه اللي هو اب تو هاي روف. بس ايش هذا الدليل؟ انه هذا الروف هو اللي بيتحكم في الوول، يعني هذا التحكم تبعه اقوى من تحكم الروف هذا بالنسبه للريفيت، لانه هذا الوول بيكون تابع للروف. خليني هسه مثلا اعمل مثلا زي هيك كنترول زي مشان ارجع كل شيء زي ما كان. في شغله ثانيه انه مثلا هذا مثلا بدكش تعمل له اتاتش بالطريقه هاي، خلينا انه مثلا نرفعه لفوق هيك لفوق شوي هاد، وهذا امسكه بدي اعمل له ديتاتش، بس اضغط عليه زي هيك بروح بعمل له زي هيك ديتاتش من الروف زي هيك، تلاقي انه طلع اوريدي رجع اوتوماتيك، رجع عندي مطرح مكان من اول زي ما هو اللي هو اب تو هاي ليفل. فهي الحالة لما ايش عملت ديتاتش. خلينا اروح هنا اعمل كنترول زي، خلينا اشوف منطقة ثانية نعملها ديتاتش. كمان لو ديتاتش برضه بتيجي وين مكان. فاذا عندي هذا الوول، هذا الوول معمول له اتاتش. فاذا خلينا نطلع هون بتلاقي انه البيس اتاتش بعده مش تيرن اون، بس اذا بتروح هون بتلاقي عندك اللي هو توب از اتاتش، بتلاقيها هون زي لوكت بس عندك بوكس جواته صح، يعني انه هذا التوب از اتاتش. بدك تعمل له ديتاتش، بتروح هون كمان مرة بتعمل ديتاتش. بعد ما تعمل سيلكشن لسه بعده ما مش صاير اشي، يعني لازم تختار ديتاتش من ايش؟ ديتاتش من هون، ديتاتش ولا من هون؟ فاذا انا بدي اعمله ديتاتش من هذا الليفل اللي هو الفيرست ليفل، هاد نختاره زي هيك، فاذا صار عندي ديتاتش. خلينا نضغط هيك لبرا، طلع كيف صار هذول الخطوط كلياتهم داخلات بالطريقه هاي. لو عملت سيلكشن لهذا الوول بتطلع تنزل هون تحت بالطريقه هاي على الكونسترينتس، بتلاقي انه هنا عندك اللي هو التوب از اتاتش، تلاقيها زي هيك تيرن اوف، انه التوب مش اتاتش ولا البيس عندي اتاتش.
فاذا انت بكون في حسب الشغل تبعك، مرات بلزمك تعمل ديتاج او مرات بلزمك تعمل